خلاص طالما نفذت المطلوب منك يبقى اكيد تستاهلي تاخدي حقك. اتفضل. سوري يا فريق بيه، سعادتك نسيت تمضيلي على مكاتبات الشركه الكوريه. حاضر يا سيدي. اقفل الباب وراك وما تدخلش حد. ميرسي يا فندم. حاضر. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان من حقي اخد حقي، وخصوصا يعني بعد ما جبت لك ورقه جوازي من ادهم. زي ما اتفقنا. تمام كده. ده شيك 100,000 جنيه زي ما اتفقنا. بصراحة كده أنا شايفة إن المبلغ ده شوية. شوية؟ 100,000 جنيه شوية؟ آه يا طماعة أنت يا طماعة. ما اطمحش ليه في واحد زي أدهم؟ عاكم على قلبه ملايين قد كده من مراته المليونير. طبعًا بلعبتك دي هتضيعه من إيدي. وتضيع فرصة إن أدغني على قفاه. أضيعه إزاي وأنا اللي جوزتهولك؟ يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلب. يا سلام، هو انت كنت جوزتنا لله وللوطن؟ اكيد في الموضوع ده انه، وطبعا لو كشفت يا جميل العصفور هيطير. ما تقلقيش، العصفور هيفضل في القفص ومش هيطير مني. الكلب حلوه حلوه، ازاي ما حسبتهاش؟ ماشي ماشي يا سلام، كنت حسبت معايا تقيل قوي. فاق لو سمحت عاوزه اتكلم معاك. انت بتهرب مني ليه؟ طب يا سهام نتكلم كلامنا بعدين. طيب اوكي، عن اذنك يا فاق بيه. انت ازاي تجي لحد هنا وانت عارفه ان اخوكي شريف ممكن يشوفك في اي لحظه؟ اللي انت ما تعرفوش ان شريف اخويا قرر من النهارده ما يجيش الشغل بعد اللي انتوا عملتوه معاه. والله هو حر، اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه. انت وحشتني قوي يا فايق، انا مش متعوده منك على الغيبه دي كلها. انت السبب. غصب عني يا فايق، انا بحبك بحبك. لو بتحبيني بصحيح كنت نزلت الطفل اللي في بطنك ده. ما انا جايه لك مخصوص علشان خاطر الموضوع ده. اصل انا حجزت يوم الخميس مع الدكتوره واتفقت معاها انها تعمل لي العمليه، لاني مش هقدر اخسرك ابدا. بجد بحبك. الله دي حلوت. يا ابن الأبلزة. بس ليه عندك طلب؟ أموري. تيجي معايا عند الدكتورة ساعة العملية. أنا خايفة أكون لوحدي. هي الدكتورة دي عيادتها فين؟ 5 شارع التحرير الدور الثاني شقة 6. ماشي ماشي يا فايق الكلب. لما وريتك انا يا بنت الكلب، انا يا بنت الكلب، انا يا بنت الكلب، يا بنت الكلب يا صرمه، انا يا بنت الكلب. بتضحكوا عليا وتبصيني؟ ده انا لسه يا بنت الكلب، لسه هشرب من دمك. عارفه يعني ايه هشرب من دمك؟ ها قومي قومي يا بنت، انا لسه هشرب من دمك. انا بتقرطصوني بتقرطصوني يا بنت، ها بتقرطصوني. بتروحوا الفايق بتروحوا الفايق ضدي يا ولاد الكلب. ها ما تعرفيش حد ليه؟ ما تعرفيش حد؟ ها ما تعرفيش حد يعني ايه؟ ومين ما تعرفيش حد يعني ايه؟ ما تعرفيش حد يعني ايه؟ الرسيمة الرسيمة اللي راحت له، الرسيمة اللي راحت له دي. الله يبصورها من فين؟
كوني فكراني بيه يا بنت؟ اوعى كوني فكراني بيه؟ ده انا مصطفى وبلانة، مصطفى وبلانة. طيب ماشي، الهزيمة مدورة، فين النسخة اللي معاكي؟ ضاعت مني مالها وشفتها وحياة أمك، وحياة أمك ضاعت منك وحياة أمك. اسماعيل طالع طالع، ها طالع، ارجع البيت ما لاقيكيش هنا، ها لقيتك والله لقتلك. ها انا نازل يا حبيبتي، مش عايزه مني حاجه؟ رايح فين؟ مشوار شغل هعمله وارجع على طول. اوكي. ايه الاوكي الناشفه دي؟ باي باي. يلا. لا خليك انت هروح، لا هاجي معاكي، يعني ايه لازم اتاكد واشوفه بعينيا وساعتها مش هخليكي على ذمته ولا ثانيه واحده، ولا انت ليكي راي تاني؟ بصراحه مش عارفه. هتعرفي لما نقفشه. يلا بسرعه. بس ايه يا تونه، انت خارجه دلوقتي ولا ايه يا حبيبتي؟ ايوه يا حبيبي، عندي واحده صاحبتي تعبانه شويه فقلت راح اطل عليها ومش هتاخر. طب ليه يا حبيبتي بالليل كده؟ ما تخليها بكره بالنهار. ما انت عارف النهار بيبقى الجو حر وانا ما بستحملش الحر. طيب استني هدخل اغير هدومي واجي معاكي اوصلك. لا يا حبيبي خليك انت قاعد مستريح، انا مش هتاخر، بس عاوزك تاخد بالك من نفسك. اخد بالك من نفسك دي؟ هو انت مسافره ولا رايحه زياره؟ ما تفهميني يا تونا ايه الحكايه. رايحه زياره طبعا يا حبيبي، بس يعني حسيت ان انا نفسي اقولها لك. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. خدي بالك من نفسك. وانت كمان. جالك كلامي؟ ظاهر ان فعلا فايق بيخوني. طبعا بيخونك الواطي، وحاسبتلك احنا نستنى شويه بعد نطلع نكبس عليه عشان تشوفيه متلبس بخيانته. يا استاذ يا استاذ، اصل المريضه اللي طالعه جوه جالها نزيف في غرفه العمليات. بتقولي ايه؟ علشان كده الدكتوره بعتتني اعرف منك فصيله دمها ايه. بصراحه ما اعرفش. عموما السرنجه دي فيها عينه من دمها، عايزينك تروح بسرعه تجيب لنا 5 اكياس دم من نفس الفصيله اللي في السرنجه دي علشان النزيف يقف. لاحسن كده دمها هيتصفى لو قعدت تنزف كتير. حالا بسرعه لو سمحت. تعمل ايه هنا يا فاهم؟ انت خلاص انكشفت وبانت خيانتك يا واطي. عايز اسمها تاني برجوكي، وطي صوتك وبلاش فضايح. اذا شفت فضايح ده انا هجرفك. طب تعالوا تعالوا نتكلم بره. تعالوا تعالي. بتخوني؟ بتخوني وجاي عشانك عشان تسقطها؟ تخريف اللي انت بتقوليه ده. لا مش تخريف، هي دي الحقيقه اللي انت كنت مخبيها يا خاين وربنا كشفك. لو سمحتي ما تتدخليش بينا. ليك عين؟ ليك عين تتكلم بكلمه بعد اللي عملته؟ يا منال انت ظلماني صدقيني. واقف ازاي وانا قفشك في العياده؟ انت لازم تطلعه دلوقتي حالا. يا ستي ما تخليكي محضر خير. طلعني. طب تعالي. جيب البنت، سيبني. جيب البنت يا واطي يا خاين، سيبها بقولك. والله لو اوريك ابعد عن بنتي. انت تبعدي عننا خالص خالص. والله لو اوريك انا هخليك تطلعها غصبا عن عينك.
انا هوريك. ماشي يا فايق حبيبتي، ماشي يا فايق، والله هوريك. تعالى انت كمان تنام على نفسك. يلا طلقني يا فايق. حبيبتي يا منال اهدي، ما يصحش كده. اهدى ازاي بعد ما شفت خيانتك بعناية؟ خيانة ايه؟ هو انت شفتيني معاها في السرير؟ انا هستنى كمان لما اشوفك. هو ده عدل ربنا؟ لازم تظبطيني معاها في السرير عشان تقولي ان انا خنتك، غير كده يبقى حرام عليكي. تقدر تقولي كنت رايح عيادة الدكتور ده ليه؟ مشوار شغل زي ما قلتلك. والله وشغل ايه بقى؟ شغل ايه اللي في عيادة النساء حضرة المحامي؟ واحدة موكلة عندي في ورطة، اصلها حامل من واحد والواحد داخلي بيها، ولما قالت لي وطلبت مني اواجهه اتهرب، ساب المسكينه لوحدها. والله والمفروض ان انا اصدق الكلام ده. هي دي الحقيقه، لو مش مصدقاني ممكن اجيب لك الست تساليها. منال منال منال، انت مراتي وحبيبتي، انا لا يمكن اخونك. ايه اللي وداك عياده الدكتور يا فايق؟ لا حول ولا قوه الا بالله، قلت لك عمل انساني. الست قصدتني عشان اقف جنبها وما كانش ينفع ارفض، ضميري منعني اعمل كده. يا سلام، ولما تروح تجهضها وتقتل البيبي كده ضميرك هيرتاح. انا ماليش دعوه بحاجه، انا كنت مجرد سواق هوديها وارجعها عشان لو تعبت او حصل لها اي حاجه من العمليه. نفسي اصدقك يا فايق. لازم تصدقيني، لازم تصدقيني. وبعدين تعالى اما اقول لك، انت من امتى بتشك فيا وبتمشي ورايا تراقبيني؟ من ساعه ما جات لي مكالمه من واحد فتح عيني على الحقيقه. مين ده؟ الواد اللي لعب بيها. اكيد كلمك عشان ينتقم مني، كمني واقف جنبها وبساعدها. ياه، الدرجه دي ممكن يوصل الشر بحد؟ يعني انت كنت فعلا بتساعدها؟ انت عارفاني انا ما اقدرش اشوف حد محتاج مساعدتي وما ساعدوش. انا عايزه اقابل الست دي واتاكد بنفسي. ماشي يا حبيبتي، بكره اجيبها لك لغايه عندك عشان تتاكدي، بس ممكن تهدي دلوقتي وتدخلي تاخدي لك شاور يروق اعصابك. حاضر حاضر يا فايق. ايوه كده بس. والله والله لو طلعت بتكذب ما هيكفيني فيك موتك. بعد الشر عليا، انت دايما ظلماني، الله يسامحك. دي شقه السيده تمرحنا سعيد عبد المقصود؟ ايوه هي. طيب انا جاي لحضرتك من الاسم. اسم؟ خير في حاجه؟ مين حضرتك؟ انا اخو تمر حنة. في الحقيقه اخت حضرتك لقيناها متوفيه في عياده طبيبه امراض نساء. ايه؟ تونا ماتت؟ أخيرا يا حبيبي بقينا أنا وأنت لوحدنا. الشغل النهارده كان كتير قوي. ما تجيبي بوسه بقى؟ لا 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 مش هنا. ده أنا مشيت الساعة، هات لي بوسه بقى. يلا بوسه يا حين يا جربوع. يا جربوع وأنا اللي جاية لك عشان تنجبني. يا عزمة استني تفرمني. اخرس، فهمك صح لأول مرة في حياتي. يا عزمة استني معايا في البيت يا جبل. يا جربوع عزمة استني. عزمة حين هتطلعيني من البيت. استني استني. عزمة استني حركيك. عزمة استني افهمك. اخرس. عزمة لف بينا دنيا دوخينا دنيا. اه يا دنيا. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الزفت على دماغك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده انا كنت لازم اعمله معاك من زمان يا غشاش يا خالد. غشاش ايه؟ انت فاهمه غلط. فاهمه بقى ايه؟ اخيرا فهمتك صح. بعد ما جبتك ونظفتك وخليتك بني ادم، بتعض الايد اللي اتمدت لك وبتخني. لا ومع مين؟ مع السكرتيره يا رمراميه بتاع الخدمات. خدمات ايه؟ ما يصحش كده. اسكت، انا جوزك برضه. جوزي؟ ده جوزك جزم احسن منك. انا اللي غلطانه اللي عطفت على واحد زي الجربوع وواطي. انا جربوع واطي؟ جربوع مين اللي جربوع؟ بقول لك ايه، انا
تعبي ومجهودي انتوا بتساعدتيني زمان وانا صغير. اي ست محترمه تعمل كده بعد وسعه لاني راجل محترم. وانت كان حيلتك حاجه هديكي اي بنين صرفتي عليا، بس بطلي بقى تتحكمي وتطمري فيا، فاهمه؟ دلوقتي بقى معاك فلوس وبتساومني انا يا جربوع؟ ده انا اللي عملتك، ده انا فضلي عليك، لولايا كنت زمانك جربوع وصايع وما تسواش حاجه. انا هفضحك في كل مكان. تفضحي؟ انا هفرج الناس عليك. مين حاسب؟ انا سئت منك، ما عدتش طايقك. واسمعني بقى، اللي شفتيها معايا تبقى عشيقتي، وبكره هتجوزها على سنه الله، مش ده شرع ربنا؟ ايه رايك؟ افضحيني، يلا افضحيني. افضحي يا جربوع، عايزك تجوزني. ايوه عليا، ده انا هقتلك. انا اخلي اخر يوم في عمرك. انا هقتلك. حاسب؟ اوعي قولي من وشي بقى. اسمع 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 اسمع